في خطة تتعمل في المحافظات لإنشاء عدد من المدارس الجديدة عشان تخفيض كثافة الطلاب داخل الفصول وكمان تحسين جودة العملية التعليمية. عندنا مثلا محافظة أسيوط اللي تم إنشاء فيها 495 مدرسة بطاقة استيعاب ل 7750 فصل شملت كل المراحل من أول مرحلة رياض الأطفال حتى الثانوية العامة. تفاصيل أكتر خلينا نتابعها في التقرير اللي جاي. تعمل المحافظات على إنجاز خطة إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول كهدف أساسي لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول، وتعتبر أسيوط من المحافظات التي حققت نجاحاً في هذه الخطة، ووصل عدد المدارس المختلفة التي تم إنشاؤها بدءاً من مرحلة التمهيد حتى الثانوية العامة في محافظة أسيوط 495 مدرسة بطاقة 7750 فصلاً دراسياً بتكلفة تصل إلى 2,286,000,000 جنيه. وتستهدف خطة إنشاء المدارس الجديدة تخفيض كثافة الطلاب داخل الفصول وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجاً، وذلك بجانب وضع حلول عاجلة لاستيعاب الأطفال بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الخاصة والتجريبية. وبجانب أعمال الإنشاءات تم تنفيذ خطة موازية تستهدف عمليات الصيانة التي تتم لعدد كبير من المدارس، شملت 11 مركزاً بدءاً من مركز ضيروت شمالاً حتى مركز الغنايم جنوباً. وفي قرى حياة كريمة بلغ إجمالي عدد المدارس التي تم إنشاؤها تحت إشراف وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة في القرى الأكثر احتياجاً 88 مدرسة، وذلك بإجمالي 1,228 فصلاً دراسياً وبتكلفة بلغت 430.2 مليون جنيه.